أنا بآمن إنه في للمرأة حدود بالبيت بالمنزل، وما لازم أنزل الرجال على أشياء خاصة بالمرأة. أما في مساعدة، إذا الرجال كان عنده طولة بال يساعد بالطفل بالبيبي إذا المرأة بتشتغل. إذا المرأة ممكن تعمل طباعة لجوزها، تساعد جوزها في أشياء كثيرة، تساعده إذا حضر أي شيء، يعني بتقدر تساعده وهو بيقدر يساعدها، بس مش بكل إشي. أنا بقول وبآمنش بكل شيء ينزل الرجال على مستوى المرأة، ولا المرأة تطلع كمان عن الرجال. يعني أنا ببلدي بقول مرات المرأة أو الليديز دايما بتاخد مكانة شغل أسرع من الشباب، وبيعطوها حقها، والرجال بيعطيها حقها عندنا بمجتمعنا بالأردن، وهو بتكل عليها بأشياء كتير وهي بتتكل عليه بأشياء كتير، إذا كانوا يعني قريبين من بعض، بس مش إنهم يعني نفار. إذا في محبة في البيت وفي مخافة الله في البيت، هذا كلياته بيساعد. والمرأة إلها دور، طبعا إلها دور قوي إنها تساعد زوجها، ولازم تساعد زوجها في إذا كانت مثقفة وقدرت تساعد، ليش لا، لازم أكيد عنا طبعا توصل مناصب كتير. والمرأة إلها الحق بالانتخابات، مع النواب، الوزارة، لا لازم توصل، من الحق لأنها مثقفة يعني وعندها خلفيات، وفي إلها زي ما بقوله بفكر، عقلها بفكر من الجهتين، فعندها أشياء بتساعد الرجال في أشياء كتير أو المجتمع.